والله قبل ما نهضر على المقابله نقول باللي هاد الدربي هذاك التمنينه كان يلعب في 5 جويلية، لان الفريقين اللي كان يعني لاعبين ممتازين من يعني اتحاد العاصمه ولا مولود الجزائر، التمنينه يلعب فيها 5 جويلية وين ارضيه كبيره وملعب كبير وديربي كبير، ولكن للاسف احنا يعني جينا البلوغين وما عندناش يعني اختيار واحد اخر، لعبنا في بلوغين يعني اللي ما شفناش فيها كره قدم يعني كبيره، شفنا يعني الصراعات الثنائيه والكرات العاليه هذا وشفنا في الدربي هذا اللي طغى عليه قلت لك الاندفاع البدني، ما كانش مستوى كبير. المقابله يعني تلعبت علينا على جزئيات صغيره وين اتحاد العاصمه كان بادر للهجوم وخلق عده فرص يعني اللي وحده جت منها الهدف. مولود الجزائر عاود رجع وهذه حاجه المليحه في فريق مولود الجزائر اللي عنده رده الفعل للمره الرابعه على التوالي وين الفريق يعاود يرجع بعد ما يكون خاسر. احنا تكلمنا في يعني في بدايه الموسم يعني الفريق راهو يتجدد بنسبه يعني راح نقول حتى 70%، لاعبين شبان، لاعبين يعني مغمورين اللي جاوا واداوا بدايه موسم رائعه ونتمناو يكملوا حتى لنهايه الموسم. احنا نلعبوا مقابله بمقابله، مولود الجزائر ديما يلعب على المراتب الاولى خاصه العام هذا، يعني قلت لك نلعبوا مقابله بمقابله ونروحوا يعني نحصدوا اكبر عدد من النقاط خاصه في المرحله هذه.